صدر عن دار الفتوى ورئاسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى البيان الآتي: إن مفتي الجمهورية اللبنانية هو رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمرجع المختص لدعوته للاجتماع، لذلك فإن الدعوة التي وجهها نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي لاجتماع المجلس الشرعي غدا غير قانونية وغير صحيحة، وأن أي اجتماع للمجلس سيعقد بناء عليها هو باطل حكماً.